عليكم، صباح الخير، صباح النور، صباح السرور، صباح الخير والتيسير والرزق على الجميلات ديالي. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو ان شاء الله اللي غادي يكون زوين زوين بزاف. غادي ان شاء الله متاكده غادي تدوزوا معايا فيه وقيته زوينه. غادي ان شاء الله ندير واحد الجلسه سبيسيال. المهم واحد الجلسه اللي بزاف منكم كيتسناوها، ولكن قبل ذلك غادي ندوزوا نقادوا واحد الطبيله ديال الفطور فعلى تركه، خصوصا فيها الكويسات ديال النجمه المغربيه والرايه المغربيه. اول حاجه شكرا لكم بزاف بزاف دائما كما كنقول لكم على تعليقكم وعلى داك الحب اللي كنلتمس في كلامكم اللي خطيكم عليا. المهم سويليتنا دوزو نخليوها اكوطي. انا دازت خديت واحد البورد، ان شاء الله الحطه كلها غادي تكون كلها بالبامبو، كتجي هكا زوينه كلاس. المهم هنايا قديت هاد لي طرونش هادو ديال البسبوسه العجيبه اللي بارطاجيت معكم مؤخرا في القناه، وديجا البنات تبارك الله راه ديجا بداو يجربوها ويصيفطوا لي في انستغرام. لا تاك الصحه انت ساره جات واعره. هادي البنات بسبوسه اللي درناها بالخيزو، درناها بنكهه الزهر الليمون، ومسقيه بلاصوص مغزاله معلكه وبنينه ديال الليمون. المهم هادي تبارك الله شي لاخر طار، بقاو ضرب عاد لي طرونج، قلت ان شاء الله نديروهم في سميتو في الطبيله ديال الفطور هذا النهار هذا. وغادي نقاد دي فيغين. المهم قلت لكم اليوم غادي تكون طبيله زوينه مختلفه، يعني فاش كتكون هكا شي ما زوينه كتبغي الطبيله تكون زوينه. هنا غادي نقاد دي فيغين اللي كيجيو ساهلين وكيجيو زوينين هكا في الطبيله ديال الفطور. هنايا اول مره صراحه غادي نجرب يوغورت باش بلاباج ديال الشوفان، اول مره صراحه غادي نرد ليه البال. المهم شوفوا شو ديال ياغورت ديال الشوفان، ما فيهش زعما حتى ما فيه لا سكر لا والو، ما فيهش حتى البليتين. المهم دازت كليت منه واحد المعلقه، هو مذاقو زعما الا جينا نشوفو ماشي شي بنه، ما فيه حتى. المهم كتذوقي هذاك المذاق ديال الشوفان، مي ما زعما الا بغيتي هكا شي حاجه ربما صحيه وصافي، حيت ما فيه لا سكر لا حتى شي حاجه هكاك. علاش هنايا ضروري بحال هذا النوع هذا لي فيغين كتبريزونطيهم مع لي فروي شي حاجه حلوه. انا خديت هنايا عندي واحد البنانه، تقدروا ديروا لاباز لتحت، ديروا مثلا هكا شويه ديال العسل، ولا ديروها حتى من الفوق. غادي ندير شويه ديال الفاكهه هكا، شويه الكركاع على كاشيو اللوز. انا كنحمق على الرمان، فاش كنلقى السوق ضروري كناخذو، ما عرفتش من بلاد من كيجيبوه هنايا. دوز نصايب واحد البورد كتعجبني هكا، كتجي زوينه في طبيله الفطور ولا البرانش، يعني داك الفطور معطر، ولا فاش الويكاند كتجمعوا الفطور والغدا دقه واحده، كتجي زوينه هكا، كتجي مخلطه. كتغسلي فيها الفروي، كديري فيها لي فرماج، زيتون اللي عندك، كتحطي بسكوي شوكولا اللي كان، وكتجي هكا زوينه يعني حتى في الشوفه ديالها. المهم غادي ندوزو هنا ناخذو هكا ليمون، درت هنايا الكيوي. المهم هذاك الفروي اللي عندي هنا يا اختي، السعاده عند بنتي اليزا. هذا فاش كتشوفوا في الطبله ديال الفطور صافي كيطلع عندها النار، بحال انا فاش كنشوف براديه، فاش كتشوف هكا البغرير صافي مسكينه كتفرح وكتنشط. المهم غادي ندوز هنايا ندخل هاد البغريرات، غادي غير ندفيهم واحد شويه وعاد نقاد ليهم يعني لاصوص ديالهم. في الغالب كنديرهم يا اما فاش كنجي من المغرب وكنبدا نجبد اختي داك الباروك ونحلف لي فاليز ونبدا بحال شي بنيه صغيره كتجبد اللعاب ديالها في الباروك المغربي، ولا فاش كيكون عندي عيد ميلاد ولا شي حاجه. هاد المره نورمالمون هاد دخلة الدار صادفات تقريبا عيد ميلادي، يعني بيناتهم شي يامات قلال. مولفه في هاد الوقت كندير لكم فاش كيوصلوني لي كادو تاع عيد ميلاد. هاد المره لي كادو جاو مناسبه الدخله ديال الدار، جاو تقريبا في نفس التاريخ.
غادي ندوزو ان شاء الله نكتشفوا مع بعضياتنا، ولكن قبل ذلك غادي نقول لكم احسن هديه كانت وليا، واحد اللمعه اللي فريمون غزاله، الناس قلبهم زوين اللي شرفوني ونوروني وفرحت بمجيتهم وبتكبيرتهم، والحمد لله الله دائما كما نقولها وكنعاودها، الله يبعد علينا شر الخلق والله يلاقينا مع ما احسن منا يا رب العالمين، لان الناس اللي كيكون لونطوغاج اللي كيكون داير بينا مهم جدا جدا. كاين شي ناس كما كنقولها لكم كيعطيوك ديك الضحكه ولكن في قلبهم ربي اللي عالم بيه، فبحال هذا النوع هذا كما نقول السن السن يضحك السن والقلب فيه غبينا ولا غضينا ولا شي حاجه. المهم صحه وليه في التعالق. اول حاجه فينا هو فينا هو هذا، المهم اللي ما شافوش الفيديو ديال العراضه سيروا شوفوا، فريمون فيديو زوين واللي كان الحوايج لي فريمون فرحوني وضحكوني بهذا الشكل، واللي كان هو هذا البوكي هذا ديال النعناع. عرفتي ما سخيتش بهذا النعناع نحيدو، كنقول دابا انا هذا النعناع غادي نحيدو غادي نصايب به اتاي، ما يمكنش امبوسيبل. المهم هذا البوكي هذا اللي كان صايباتو ليا واحد السيده الله يعمرها دار، المهم بدون ذكر اسماء، اللي مسكينه صايبات ليا فيه لي تيوليب ودارت ليا فيه هاد الوريدات هادو ديال الشوكولا اللي كنقدموا لكم، كنقدموا حتى لعشاق النعناع. شوفوا هادو وريدات، هادو دي شوكولا ودي تيوليب، وشكرا ليها بزاف لانه كان كله ابداع، وكان في القلب ديالو هاد الكموسه اللي انا ما توقعتهاش، قالت لي راه كاين واحد الهديه الوسط واللي كانت هادي واللي هو هاد البارفان هذا واللي هو بلاك عود. مسكينه قالت لي كومونديتو عليك، كومونديتو سبيسيالمون من الخليج على قبلك، فشكرا ليها وعلى تكبيرتها وقبل من كل شيء على قلبها الزوين. كانت هذه الهديه الاولى، والهديه الثانيه ديالها كانت اللي هو قلب السكر، عارفه اللي مقتوله على اتاي مع هاد لو بالون هذا. شوفوا لي بعد الشميعات، شوفوا على بالون كيفاش داير كيحمق. وغادي ندوزو نكتشفوا هاد الهديه العملاقه، شي حاجه ثقيله كاينه هنا. المهم غادي ندوز اول حاجه اللي حمقني واللي هو لو ميساج اللي مكتوب فيها، واللي هو ما عرفتش كيبان لكم، عيد ميلاد سعيد انتصار المراه المثاليه المشرفه للمراه المغربيه في كندا والعالم المغربي والقلوب اختي. المهم شكرا ليها من قلب القلب. غادي غادي الورقه صراحه ما سخيتش بها نقطعها، ندوز اختي نخليها سوفونير، غادي نخليها عندي تاخذ بها. وعاد غادي ندوزو نكملو الهديه. يا سلام يا سلام، شنو كتوقع شي واحد بغات تخبي؟ شنو كتوقع كيف هاد الكادو هذا؟ واحد الحاجه اللي اش غادي نقول لكم، من شحال وانا كنقول ناخذها ناخذها، سبحان الله العظيم دي تقريبا شي 3 سنين ولا 4 سنين ولا كنقول ناخذها ناخذها، وسبحان الله العظيم بحال اللي قرات لي فكرتي، واللي هي اير فراير. ياي اخيرا. المهم سبحان الله العظيم اللي هي نينجا فودي اير فراير، يوا تبارك الله يا بسم الله ثقيله مسكينه. شوفوا البنات كبيره، شوفوا قداش ديال جوج. انا صراحه اللي كنت كنشوف دائما كنت غالبا كنقول ناخذها ديال وحده، سبحان الله العظيم ربي كتب ومسكينه جابت لي هذه ديال اللي فيها جوج، يعني تقدري ديري الدجاج الحوت هنا الفريت هنا، يعني زوينه زوينه جوج حوايج. الفرايره دابا كديري فيها البيتزا كديري فيها العجوز والعجاب، فشكرا لها من القلب على هذه الهديه. المهم اختي دابا راك الشهيوات وداعا الزيت. المهم شكرا ليها، وغادي ندوزو للهديه الثانيه. ماذا هناك؟ اول حاجه اللي كتبانت لي واللي هما المغريات، نوع من المغريات واللي هي بواط ديال الشوكولا اللي انت دي كنقدمها لكم كاملين اختي، مدو يديكم. وموراها فيليسيتاسيون انتصار، والقادم اجمل. شوفوا اختي القادم اجمل، ميساج شعاري في الحياه، فيها هذه كارت كادو من المحل اللي عزيز عليا، متبعين ليا البلوغات عارفيني ولي هو وينرز. شكرا لك بزاف 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 اختي، المهم راهو ما عارفين راسو، نشكرك وحده بوحده. غادي ندوزو للهديه الثالثه، يا بسم الله. المهم هذه هي شي بواطه ثقيله. المهم بعدا باش عجبوني هذاك الكيفت باكس كلهم ملونين ومزهرين. غادي ندوزو هنايا ناخدو هادي، بسم الله. انا كيعجبني فاش كتكون هكا شي مناسبه كيعجبني هذا
الجيفت كارد كلهم كنخبيهم كيبقاو سوفونير زوين، وخصوصا ملي كيكون هكا مو زوين. شكرا لك من القلب، شكرا على كلامك زوين اللي خطاك حبيبه ديالي. المهم هذا الكادو غادي ندوز ان شاء الله نشوفوه اشنو فيه. يا بسم الله كيدو هكا من الاحسن فين هي الحله. يا اختي الحمر بحمر هذا هاند كرافتد ان انديا. المهم هذا بحال سميتو غادي نقولوا ليه كادر اللي تقدري ديري فيه فوتو. شوفوا كيفاش داير زوين. نخليه هنا اكوتي هذا حتى هو، شوف شحال زوين فنين. هذا ان شاء الله ندخل شي تصويره زوينه انا ووليداتي، غادي تجي زوينه نحط لها نديرها في بيتي هذه ان شاء الله. شوفوا جوج هذه اختي غنديروا جوج تصويرات مابقاش هادو زوينين، هادو ندير لهم ان شاء الله شي كوان يجيو جوج تصويرات وتجي هذه الغوم تجي هكا وسط منهم. فشكرا حبيبه اللي خطيك الله يحفظك. فيو هادو اختي ندوزو الهديه الرابعه دابا من الرابعه. هانتي اختي الحمر والحب غير كيتشاير في الكادوات. غندوزو هنايا عادي عرفتها والله الا مي هزيتها قلت هادي غادي تكون شميعه زويونه. شوفوا بعدا كيفاش دايره. الله 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 ريحه فيها كتحمق، ريحتها زويونه. ندوزو هنايا اول حاجه واللي هو الوريضات نقدمهم لكم. يا احلى وريضات، هذا جابتو لي واحد السيده اللي غاليه حتى هي والله عمرها دار لي حتى هي كتب زعما تعرفت عليها وانسانه زوينه بزاف الله يحفظها والله يسهل ليها يا ربي الخطوه ديالها واللي كتمنى في خاطرها. غادي ندوزو هنايا شوكولا. المهم هانتوما تبارك الله الشكلاط اليوم راه غرع المغريات. شكرا هذه اختي وعزيزتي وكيفت كارد مره اخرى. المهم هاد لي جيفت كارد هادو فاش كتلفي ما كتعرفيش شنو دير في الكادو كتمشي تاخديهم باش كتاخدي اللي بغيتي. شكرا بزاف اختي بلا ما نقولوا ديك الاسماء، هادو ان شاء الله عطاها الله ما تقدى بهم. ان شاء الله تمشي ناخذ بهم شحال من حاجه. شنو نديرو هذا بسم الله شي حاجه حتى هي ثقيله. هادي الغطا تاع شي حاجه شنو هي؟ عندي نجيب هاد الحاجه. او زوينه عرفتهم هادو فنين كيجيو غزالين في الحطه. شوفوا هادي ديري فيه الكيك كيجيو زوينه هكا دي بريزونطوار ديال عطا الله ما يدار فيهم. والبورد كتقدري تستعمليه بوحده. وين فوالا شكرا يا عزيزتي الجميله. حاجه اخرى اللي هو شنو هما هذا اللافندر والكاليبتوس. هذا حتى هو ديكور ديال الدار. شوف كيفاش داير حتى هو زويون كيجيو فيه هكا الورود مجفه ورود حقيقيين هادو مجفين زويون حتى هو نلقاو ليه ان شاء الله البلايصه ديالو كما العاده. جيفت كارد جيفت شكرا حبيبتي الله يبارك فيك. شكرا بزاف هادو اختي نخبيهم هنايا ندير لهم بلايصه. غادي ندوزو هنايا الورود والزهور مره اخرى. هذا شنو هو جو كرو كوفرلي بحال هيا كوفرلي زوينه لاكولا فنه. هادي نيت كنت كنقول ديما ناخذ البيض. شكرا لهادي عاوتاني اختي بلا ما نقول سميتها حتى هي. شكرا لك بزاف اللي خطيت. شكرا على ما جيتكم، شكرا على دخلتكم الله يحفظكم ليا ولي بلاتي بلاتي. هادي نسيت هاد القضيه ديال بلاتي هادي نسيتها هادي. بعدا ولادي طلعوا عليا قالوا لي كنشوفوا تما شي حاجه بحال اللي غتكون ديالنا انا راه ما برككت والو. قلت لهم بصح ما فراسيش. المهم اول حاجه واللي هي هادي جابتهم واحد الغزاله جابتهم لوليداتي الله يحفظ لها حتى هي وليداتها. هادي الاليزه حتى هي فيها الوريضه حمراء دايره مولات البوكي فيها نونوز وريضه حمراء. هادي ديال اليزه وهادي ديال اريز. هانتوما
شكرا ليها، شكرا، الله يحفظ لكم وليداتكم ومعز عليكم. عطيوني نصحوني هاد الفوك هذا شنو ندير به؟ انت راه كنفكر كنقول واش بصح نفك بقى فيا، والله الا بقى فيا شنو نديرو فيه اختي؟ نخليوه حتى يتبل ولا شنو نديرو فيه؟ انا البنات كان عندي واحد الغرض، واحد الرونديفو ضروري، مشيت حيدتو عليا، نيت هنايا في مونريال ودابا غادا رونديفو اخر. المهم انا فاش كتجيني الفرصه كنجي لمونريال كنحاول نقضي عليا دائما جوج ثلاثه الحوايج ونتقدى داكشي اللي خاصني، سوقت محلات العراب وداكشي بحال اللحم ولا اي حاجه ما كنلقاش حدايا. ايوا المهم دابا غادا ان شاء الله عندي واحد رونديفو مع خويا سي عبد الكريم. سي عبد الكريم شاكوف ولا غني عن التعريف. المهم راه فين ما كاينش كنكون هاز هذا الكاميرا هذا ضروري الناس، سوقت الناس الكبار ضروري كيدورو كيبغيو يدخلوا. المهم ولي عرفتي شنو هو غادا؟ نسيت راسي ما خلصتش الباركينغ. ناري 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 جري انت صار جري صدق، واخده شي بروفي الله يستر. هات هنايا الا مشيتي دازو لقات ما دايراش هذيك التيكيته ولا مخلصه كت فيها بروسي تاع كدا $80 واخده راحتي هذا كنتحدث نمشي نخلص. السلام عليكم سي عبد الكريم. مرحبا بكم، مرحبا بالناس. الله يبارك الله فيك. لهلي خطاك سي عبد الكريم، حنا اول حاجه غادي نبداو ليهم بها دائما كما العاده واللي هما الاستشارات فابور مجانيه، جميع انواع الاستشارات ديالكم، استفسارات، الاسئله، بغيتوا تتواصلوا مع سي عبد الكريم راه فابور. الاستشارات كيقدروا يكونوا باغ واتساب ياك؟ كيكون لا تيكونوا الاغلبيه سو تيمز. سو تيمز داكور. نبدلوا المعلومات كنعرف شنو باش نعطيهم داكشي مدقق. ولا ابيل تليفونيك. ابيل تليفونيك شويه حتى هو كاين، انا ما تنقولش ولكن اللي كنبغيه هو سميتو سو تيمز، لان بلو فاسيل تكون لا كومونيكاسيون. صح. تنوضح الانسان فهمتك. لورديناتور تيشوف كيشوف كلشي على عينه. وبالنسبه كما نقول لكم سي عبد الكريم اللي اول مره غادي يشوفوا معايا في قناه واخا ولا وجه مالوف، يعني لي زاسيغونس ديال لي زيتوديون اللي باغيين يجيبوا والديهم، اسيغونس حتى هي ديال بروتيكسيون ديال لي مالادي، لا روتريت. بالنسبه للناس اللي عندهم دي بيزنس. الحمد لله شحال من واحد اتصل بيا وشحال من واحد بقى على خاطرو. الحمد لله. ديال الناس اللي شرح وضحنا لهم كاين اللي خداو كاين اللي باقي تيخمو. لي سونسيير حنا في الخدمه داكشي اللي كاين، داكشي اللي كاين. المهم سي عبد الكريم راه كما قلت لكم دائما الاستشارات ديالكم. عارف ان شاء الله شنو هي هاد لا بيريود؟ هاد لا بيريود ديال لي ريال. ها صحاب لا غوتخيت. جاب الله باقي الوقت الانسان خصو يخمم دابا. اييه. لان باقي الوقت يلاه الانسان باش يقاد راسو. اييه. باش نشوفوا شحال يقدر يحط. اها. يقدر شحال يقدر يخلي وشنو هما اللي عنده القدام، عنده الحوايج القدام اللي نقدروا حتى هو نستافدوا. داكشي المهم قلتي لي دابا باقي شويه الوقت حتى لاخرت فيفري. انا كنقول باقي الوقت باش الانسان يخمم. اما الوقت هو فيفري. اها. غير الانسان يوجد من دابا باش يكون حاضر. ماشي يخلي حتى الاخير لحظه عاد باش كيبدا يقلب، هذيك الساعه كيقدر يضيع العام ديالو. كيقدر يضيع العام ديالو، ولكن من الاحسن دابا باش يكون شويه يكون في الوقت المخير، يكون مرتاح. داكشي اللي كاين مرتاح ومخمم مزيان. وواحد القانون اللي كنا هضرنا اليوم عليهم هذيك المره، هذاك سيلياب، وبزاف ما فهموش قالوا لي انتصار هذه المره مشيتي عند سي عبد الكريم من الاحسن يوضح لينا اكثر. هذا سيلياب سيلياب افونتاج للغوفرنومون خرجاته هذا العام اللي فات وهذا العام بالنسبه للناس اللي يكونوا خدامين ولا اللي كتكون المدام ولا الراجل ما خدامش، اش تيوقع؟ كيقدر يحط واحد ان سيرتان مونطون والمراه هي تحط ان سيرتان مونطون بحالو بحال الريال. هذه كتنفعهم قلتي اللي باغيين يشريو الدار، اللي اول مره باغيين يشريو الدار. اكزاكتومون. داكو. كما تنقول استشاره فابور. عيطوا ليا وهذيك الساعه نوضح لكم كل هي الامور. اييه ان شاء الله. هي الامور هو سان افونتاج وكان الزهر ديال شحال من واحد خدام عندي في العام اللي فات في الاخر. الاخر. يعني في الاخر ديال العام اللي فات حطوا دابا ولا عنده الحق باش تولي عنده 16000 في العام اوليو دو 8000. فهمت. بالنسبه للناس دابا الراجل عنده 8000 والمراه عندها 8000 هي 16000. اها. راه خير الخير والبركه. يعني اللي باغي يزعم يشري دار. اكزاكتومون. وكل عام كتكون هذاك لو ميم مونطون ولا هما تيبدلوا تيزيدوا شويه. فهمت. كل عام تيكون فيه. صافي. جوسك اللي كاين دابا هي 8000. 8000. للراجل ولا للمراه. وحاجه اخرى غادي ندوزو عاوتاني لي زيتيديون، بزاف دابا تبارك الله لي زيتيديون حتى ولاو كيجيو على طول العام. ماشي حتى للصيف ولا شي حاجه، راه كاين اللي كيجيو في وسط العام وداك الشيء. بالنسبه لي زيتيديون بزاف
كيبقاو الوالدين مخمين حيت ما كيكونش عندهم يعني ما عندهمش الحق هنا في التطبيب لا في التمريض لا في حتى شي حاجه. الوغ لاسيرونس اللي كتقترح عليهم دائما هي لاسيرونس ديال لي زيتيديون كتخلص على العام. كاينه عندي كاينه عندي وحده كيخلصها العام وكيتهنى فيها لي كوفرتير مزيانين فيها اش غادي نقول لك رخيصه بالنسبه للانيتيديون الا خداها بوحدو الا خداها بلا ما يكون عنده لي زيتيد سي ان افونتاج بور لي زيتيديون. وما دابا الغوفرنمون ولات كطلبها في ملي كيطلب بصح الانسان ملي كيطلب الورق ديالو باش يكون ريزيدون ولا شي حاجه كيقولوا له واحد ورينا لاسيرونس اللي كنتي كتقرا واش ماسيري ولا لا ماشي اوبليغاسيون. داكوغ وهي اصلا من غير ما قبل ما تكون اوبليغاسيون يعني حتى باش الواحد كيكون مهني لا قدر الله يعني الافات كيوقع مرض وقعت ليه شي جرح طاح ولا شي حاجه كيلقى بعدا جوستومون حيت داكشي علاش الغوفرنمون ولات كطلبها لانها فيها المصلحه اللي زيتي ديالها. الله يوفق الجميع. ما طلبوهاش من 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 الفراغ ولكن راح يتعرفوا فيها المصلحه اللي زيتي ديالها. فهمتك. المهم الغرض الاول راه قضينا سي عبد الكريم قال لي راه جيتي في الوقت المناسب. المهم هو ديال لا غوتخيت ديالي كما قلت لكم انا دابا تقريبا شحال باش بديتها كنت بديتها شحال هذه وفاش تحولت لمغيال تعرفت على سي عبد الكريم معرفه خير الحمد لله. كان هو اللي شد ليا لا غوتخيت كما كنقول لكم انا يعني شي وحده اللي خدامه ديال راسي ما عنديش زعما شركه اللي هي اللي غادي ديرها لي انا دابا محسوبه شركه ديال راسي واللي هي انتصار بوتيك الوغ الحمد لله دايره لا غوتخيت ومقاده مسائلي كاملين راسي براسي كما نقولوا الواحد كيكبر والسنان كتجري وداك الشيء الواحد علاش ما قدر يقاد اموره. دابا غادي ندوزو لاسيرونس الثانيه واللي عندها علاقه بالدار اللي حتى هي بيان سور كان الملجأ الاول واللي هو سي عبد الكريم. شنو دابا قديتي لي داك الشيء دابا هاد الوقت ملي جيتيني باش نوريك شنو هي لا كوفرتور ديالك وشنو هما المسائل اللي داخلين في هذيك لاسيرونس ايبوتيكار اللي كنتي خديتي معايا. اش غادي نقول لك غادي نوضح لك كل شيء ما نقدرش نوضحها في الفيديو مي سور ولكن بالنسبه للناس اللي كما قلت لي يلاه ناويه ان شاء الله ياخذوا خطوه شراء الدار ولا عندهم الدار وزعما باقيين زعما كيفكروا في لاسيرونس راه السي عبد الكريم يقدر يتكلف لكم بهاد المسائل كاملين ومره اخرى شعارنا شنو هو؟ كونسلتاسيون فابور باش نوضح لكم المسائل كلها هي وكيبقى الاختيار ديالكم ديالكم باش هي اش غادي نقول لك من المصلحه ديال الانسان الله يستر الا توفى الواحد ولا وقع عليه شي حاجه راه الوليدات اللي كيتمحنوا ولا الكونجوان ولا الكونجوات اللي كتمحن اللهم اللي كدير هاد لاسيرونس انا كنسميها لاسيرونس ديال فينونسيير بار كونتر لو دوي ما نقدروا عليه والو هذاك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى هذاك الشيء اللي كاين. شكرا مره اخرى سي عبد الكريم دائما بارك الله فيك. كونسلتاسيون غراتويت 514 574 422 بارك الله فيك شكرا بزاف. دابا اختي وصل واحد وقت كويس ديال اتاي كما العاده بشرى تبهروني بسميتو شوف ليا تبارك الله الرزه كديرهم ديما بهذا بالعشوب وداك الشيء على حقهم طريقهم بفليو والزعتر وداك الشيء وهادو الحريشات الشهيرين ديالها لعقلتو هادو كنت شحال فوقاش كنا عام دابا سبحان الله ديش تخيلي عام كديرهم بالنافع عرفتي راه كيجيو فنين ديما كنقول ناخذ الوصفه نطبقها باقي ما كتب نطبقها حتى املو اللي دايره معاهم كتصايبو هي كديرو بالحبوب شو ماشي داك املو التقليدي املو بالحبوب وطبيلتنا هنا يسلو وهنايا سميتو ميني مشات لي سمي ميني رزيزه والحليوات البلديين والشميعات ان شاء الله دابا غادي نديرو واحد الفيلم ولا شي مسلسل نشوفوا شنو غادي نديرو ان شاء الله دابا ندوزو به كويس ديال اتاي انا كما العاده لا عندي ولا عندها ديما كتبقى هذا كنمشيو لينيش نشوفوا شي فيلم ولا شي مسلسل. البنات انا ما كنقاومش الحرشه تاع بشرى هاد المره قلت لها لا هذا ماشي بحال ديال ديك النهار. شوفوا البنات هادو جاو براون يعني فريمون دارك براون ودارتهم ما فيهمش السكر كاع بمره وفيهم اهم مكون ديالي العشق ديالي واللي هو الكوك بلا بيض شوف هما فيهم السكر ديال الكوك باش كيجيو حلوين سكرت الكوك اوكي وفيهم زيت الافوكادو مخلط مع زيت الزيتون زيت الافوكا مع زيت راه هي غتحطها ان شاء الله بلا بيض وهنا هي صايبات ليها حليب بالزعتر حليب بالزعتر مازال انا قالت لي والو تشربي انا قلت لها نشرب اتاي وعاد ندوز للحليب بالزعتر زعيطره